بركته وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا العلم الخير كله ويسره لنا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورضوان ولا عدوان الا على اهل الاجر. قل تربصوا فاني معكم ومتربصين. فلا يريحك تتعرض على امر التاريخ انما يبقى المواجهه بين الطرفين، بين حزبين، بين دولتين، بين المفكرين، هذا المجال، ولا بين جماعه اخرى. ذلك الآية هي مستحيل. استجب أي فيلسوف اهتم بالأمور التي ذكرت، يجب الدين واحد مليار ومليار من المعاني التي احتوتها هذه الآية. قولوا أمر إلهي، وتركنا الأمر إلهي. والإمام بحمده الأول عليه الصلاة والتسليم، هذا سؤال ما يجيش على مخخ الفلاسفة، لأنه شاب ربي وعلم حد، ولأنه هو رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. لكن لا اتيح فعاليته لهذا العمل، بس يعني الأيامية السؤال يكون تحت حقيقتها من تاريخ كل تاريخ لساعات كلها ولقاءات ومقابلات ومتحب ومناظرات لها. قل تربصوا، ما كنتم تواصلين تربصوا، فانتم حلتوا ما لا يمشوا به. فسألنا بعد ذلك يمين رميان في نيران اليمين في كفرة اللحظة. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، لكن معكم ليس في بنظريتكم، معكم بتأسيس كرسول الكريم عليه الصلاة والله والتسليم. قل تربصوا فإني معكم، لا لا انسحبوا تربصوا لبيئة فرع. تربصوا إني معكم ومتربصين، والسلام دائما لنا في مواجهتنا للباطل بكل أشكاله وكل أحياله. نحن نتربص بكم الدوائر، لأن الله حين يعد لا يخرج أبدا، وسترى الولايات المتخذة والملك المتخذة والأمم المتخذة والرؤوس المتخذة، كل مليون بلا أنواع وأشكال من طرف الله الذي لا يظلم أحدا. والسلام.